ظاهرة ارتفاع الملايين بالنسبة لأرقام الفنانين الشباب، راجل نجم كبير زيك، تاريخ طويل جدا، عامل فوق ال100 فيلم وعامل فوق ال100 مسلسل، لما تلاقي حد صغير وبياخد أرقام كبيرة بتقول إيه في نفسك؟ هل ده صح؟ هل ده غلط؟ لا هل الجمهور اتغير ولا المنتجين اتغيروا ولا مش السوق اتغير؟ انا اصل انا بفكر ما في، أعتقدش إن ده في حياتك كلهم خدتهم على لا بعض. طبعا ما خدتهمش، وبعدين مش هرضى ان انا اخدهم. وانا شايف يعني هو كل حاجة لازم نلوم الحكومة؟ طب ما يعني لما تسمع الاستفزازات دي بالملايين دي، وتلاقي الناس اللي بتشتكي عشان الطماطم غالية والبتاع ما اعرفش ايه. اسالك سؤال، ايوه ايه رايك محمد رمضان ما اعرفوش الحقيقه، ما اقدرش اتكلم، كفنان؟ ما اقدرش اتكلم على واحد ما اعرفوش، ما شفتش اي حاجه الحقيقه، بس طبعا قريت حاجات استفزتني جدا. زي ايه؟ صور العربيات دي يعني عرفتها من مين؟ من الراجل الغلبان بتاع الامن اللي عندي في البرج، ولا اللي بيروح ياخد المشتريات، بيروح يشتري الخضار وبتاع، بيقول لي يا استاذ ده في فنان اسمه كذا وعنده ما اعرفش كام عربية، بكل واحدة بكام مليون وبتاع، وده يعني يا دوبك يعني ماهيته 500 جنيه في الشهر. طب مين بيعجبك النهارده من الممثلين يا محمود؟ بتشوف فيهم امل او بتشوف فيهم النهاردة عدد لي، قولي خمسة شباب وخمسة من الممثلات. آسر ياسين عجبني جدا جدا في جدا، واحد شايف ان هو هو بديع، ممثل رائع. مشروع ممثل هايل يعني. في ناس طلعت جديدة بس مش هقدر اقول عز، لك. سقا، كريم عبد العزيز، احمد حلمي. احمد حلمي بحبه جدا جدا جدا، وشايف ان هو كوميديان عظيم وعلى مستوى عالمي يعني. انا بحب السقا، بحبه شخصيا يعني. أحمد الفيشاوي لو يركز على شغله هيبقى هايل، صحيح. هيبقى هايل. كريم عبد العزيز أنا بسميه The Natural، يعني طبيعي. طبيعي 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 طبيعي. الفنانات بسمة بتعجبني جدا، حورية فرغالي بتعجبني جدا، ميرفت أمين ميرفت لسه بتحبها؟ ميرفت صديقة عزيزة جدا جدا. هي بصراحة فتاة أحلام الناس كلها. لا أنا كل صديقة ما أشوفها أقول لها أنت فتاة أحلام الناس كلها. صديقة عظيمة جدا جدا، وإنسانة جدعة جدا جدا جدا، طبعا، ست إنسانة ونقية وراقية جدا، وتلاقيها صاحبة واجب، طبعا، تلاقيها في صاحبة واجب كل حتة الحقيقة يعني. ربنا يبارك في بنتها ويبارك فيها دايما. لا في واحدة أنا فاكر إن أنا قلت لها إن منى في زكي، منى شلبي، منى منى زكي. شلبي. منى شلبي هايلة يا منى، منى هايلة. اشتغلنا مع بعض في أين قلبي، أول ما شفتها قلت لا دي هتبقى